أعتقد أننا نستخدم الحواسيب كثيراً، أليس كذلك؟ أعتقد أننا جاهزون. سيكون هذا جيداً. لجعل هذا الفرن الكبير يطهو، لا يوجد مفتاح تحويل طاقة، باب من طبقتين فقط. أفتحه وستدخل الشمس. أوه، أشم رائحة بلاستيك محروق. إنه في الهدف، إنه يسخن، إنه يحترق الآن. هذا جيد، أغلق الباب. حسناً، هيا لنلقي نظرة. الرائحة كريهة. ها نحن هنا، أصابت أشعة الشمس المركزة الشاشة، دمر الجهاز اللطيف. بأقل من 10 ثواني تدمر الواقي البلاستيكي للحاسوب المحمول، اشتعل على درجة حرارة أقل من 200 مئوية. لكن ماذا إن قام ديفيد بدفع الأمور قليلا؟ القطعة التالية التي سنجربها هي طبق ألمنيوم. ها قد بدأنا. أترى هذا؟ إنها تتحول إلى سائل. ألمنيوم ذائب. أستطيع شم رائحته من هنا. حسناً. رائحة الألمنيوم المحروق ليست جيدة. إنه ساخن. يحتاج الألمنيوم 650 درجة مئوية تقريباً لكي يذوب. ووصل إلى تلك الدرجة. حان وقت فحص الشمس بشيء أقوى. ساطور حديدي. إنه بعرض نصف سنتيمتر من الستانلس ستيل المقوى، سنضعه في الهدف. لإذابة الحديد يجب أن تصل درجة حرارة الأشعة الشمسية إلى أكثر من 650 مئوية. إنها تتوهج. حسناً، لقد صنعت ثقباً. أتعتقد أنها ستكسر؟ أجل هيا. حسناً، قطعت إلى نصفين. انظر إلى هذا، ما زالت ساخنة، تحولت إلى رماد. هذا مذهل، مذهل جدا. شعاع قوي. دمر هذا الشيء. دمرنا هذا بشكل جيد. رأينا 3 مواد مختلفة ورأينا تأثير الشمس. عندما يتم تركيزها تحول كمية كبيرة من الحرارة، ويمكنها تدمير كل شيء حاولنا أن ندمره. من أين تأتي هذه الطاقة؟ تبدأ في مركز الشمس، في قلبها. تتغذى النجوم على مصدر طاقتها الأساسي وهو الهيدروجين. تحرق الشمس الهيدروجين وتصهره إلى الهيليوم. الانصهار هو طريقة حماية النجوم لنفسها من الجاذبية. تحاول الجاذبية تدمير النجم، لكن الحرارة من الغازات الحارة تعود لتشكيل النجم. لكن ماذا سيحدث إن أطلقت كمية صغيرة من هذه الحرارة هنا على الأرض؟ إن قسمنا الشمس وأخذنا قطعة صغيرة من مركزها، قطعة صغيرة بحجم حقيبة يد بدرجة حرارة 25 مليون مئوية، ستدمر مدينة كبيرة مثل لوس أنجلوس من الداخل إلى الخارج. وأولاً سيقوم الحجر المشتعل بتسخين الهواء المحيط به، وسيتسبب هذا بتشكيل كرة نارية وموجة صدمة تدمر كل شيء، حتى المباني على بعد عدة كيلومترات. وأخيراً درجة الحرارة العالية والحطام المتطاير ستتسبب باشتعال كل شيء تقريباً خارج منطقة الانفجار. سيتسبب الدمار والعاصفة النارية بموت الجميع في دائرة قطرها 95 كيلومتراً تقريباً.